انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما أبدأ الحلقة بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. الفيديو ده أنا بعتبره من أهم الفيديوهات اللي بقدمها من وقت اعتناق الإسلام، واتمنى من الإخوة والأخوات مشاركة الفيديو في كل وسائل التواصل الاجتماعي علشان يوصل لكل مسلم وخاصة في مصر. وده لأني لما كنت في النصرانية ما كنتش متخيلة كمية الحقد والكره والغل اللي بيكنوا القساوسة والكهنة للإسلام والمسلمين. كنت معتقدة أن الأمر بيقتصر على فكرة أن الإسلام دين إرهاب وقتل، ونبي الإسلام رجل حرب ودموي وقاتل، وما كنتش أعرف الخبايا اللي عرفتها لما تركت المسيحية، واكتشفت أن المسيحية مجرد شعارات وعبارات مستحيل تطبيقها في الواقع، ومنها الشعار المعروف أحب أعدائكم. فالمسيحية مبنية على الشعارات فقط، لأن الحقيقة عندما نسردها تكون مرة. أما بقى عن سبب عمل الفيديو ده، توجيه نصيحة لكل الإخوة المسلمين والأخوات المسلمات وخاصة في مصر بعد مشاهدة الفيديو لقص إنجيلي اسمه ناجي يوسف بيكشف فيه حقيقة المحبة المزعومة ووضح فيه كمية الحقد والكره الأعمى للإسلام والمسلمين. فتعالوا نسمع ونشوف تصريحاته العنصرية. الأيام دي نحن في شهر رمضان غير المبارك، معنا ما اقدرش اقول المبارك لانه انا ما اعرفش مين اللي باركه، يعني انا اعرف ان مصدر البركة الوحيد هو شخص الرب يسوع المسيح، لانه ده اللي باركنا بكل بركة في السماويات. فاحنا في شهر رمضان غير المبارك. بصراحة قمة التخلف وقمة الحقد والكراهية من انسان يفترض انه راجل دين وقص انجيلي بيقول نحن في شهر رمضان غير المبارك، وكأنه هو اللي بيقرر ايه المبارك وايه الغير مبارك. وبعدين ايه اللي يخليك تتكلم في امور العقيدة عند المسلمين؟ المشكلة انكم بتزعلوا لما المسلمين يردوا عليكم وتقولوا خليكم في عقيدتكم، والله انت اللي بتجيبوا لنفسكم. فشهر رمضان شهر مبارك لنزول القرآن فيه، فقد قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر مبارك لأن فيه ليلة القدر وهي خير من 1,000 شهر. شهر رمضان مبارك لأن صيامه يكفر الذنوب. والمفروض اللي كان يتقال من القس الإنجيل الحاقد هو ليه شهر رمضان مبارك، مش تسخر وتقول هو شهر رمضان غير مبارك. انا عارف ان بعض اللي بيسمعوا لي انت راجل متطرف، انت راجل متعصب، انت راجل ما بتحبش الاخرين، الكتاب دعانا علشان نحب الاخرين. صدقوني وانا مش محتاج اقول لكم قد ايه احنا بنحب المسلمين كناس. يا راجل مع اني مش باين على وشك وحياة ربنا ايه ده الكلام ده؟ واضح جدا انه بيحب المسلمين لدرجة انه بيستهزئ بعبادتهم في شهر رمضان وبيقول عليه شهر غير مبارك، وبيقول الكلام ده علشان هو خارج مصر. فلو كان في مصر كان هيعمل زي ما عمل اصدقائه الانجليين اللي بيهنوا محافظ بني سويف بعيد الفطر المبارك اللي بيجي دايما بعد شهر رمضان المبارك.
ونقرأ الخبر ده من جريدة اليوم السابعة المصرية وبعنوان محافظ بني سويف يستقبل وفد كنسي من الطائفة الإنجيلية لتقديم التهاني بعيد الفطر. استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم الأربعاء القس أكرم ناجي يوسف عضو المجلس الإنجيلي العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف. أنا بقول يا جماعة ما ينفعش إن إحنا نعمل موائد إفطار، ما ينفعش. إحنا نحب إخواتنا كلهم بكل الأشكال، إخواتنا في الوطن بكل الأشكال، لكن ما ينفعش إن إحنا يصوموا لروح ضد المسيح وإحنا نفطرهم. ما ينفعش، ما تجيش. ليه؟ لأن الصوم ده حاجة روحية، ده جزء من الحرب الروحية. فلما أكون أنا في حرب روحية فأنا بساعده على الحرب الروحية اللي بيعملها ضدي، وانتوا بتشوفوا الشهر ده بالذات اللي فيه كل المشاكل اللي بتحصل في كل الدنيا. فبقول يا جماعة خلي بالكم من التشويش اللي بيحاول يعمله العدو في دماغ الناس. واحد حبيبي اتصل بيا بالتليفون وقال لي، قال لي يا دكتور ناجي، مش الرب قال ان جاع عدوك فطعمه وان عطش فاسقيه؟ طيب المسلمين لا هم اعدائنا ولا هم يعني دول حبايبنا متربيين معاهم. انا مش عارف انت متربي ازاي، بس anyway متربيين معاهم وكلنا وشربنا وكل القصص اللي احنا بنسمعها في الكلام اللي بيتقال ده. فقلت له اه هو الكتاب قال كده فعلا. قال لي طب امال انت يعني انت عامل بيج ديل من الموضوع ليه؟ يعني علشان عملنا لهم مائدة افطار يفطروا يبقى احنا ارتكبنا ذنب كبير؟ فقلت له انت قريت المقالة بتاعتي؟ فقال لي اه. صدقني اخ ناجي قريتها 3 مرات. قلت له قريت المقالة 3 مرات؟ قال لي كنت عايز اقول له في سري ده انا ما قريتهاش 3 مرات، بس anyway. قلت له انت قريت المقالة 3 مرات؟ قال لي اه. قلت له ما خدتش بالك ان انا كاتب ان احنا ان جاع عدوك فطعمه وان عطش فاسقيه وان المسلمين مش اعدائنا؟ راح قال لي انت كاتب الكلام ده في المقالة؟ قلت له ما قريتها 3 مرات ازاي؟ يعني قريتها 3 مرات وانت ما قريتش اصلا اللب الموضوع؟ قال لي امال انت زعلان من ايه؟ امال انت معترض على ايه؟ قلت له انا معترض على ان هو يصوم لروح ضد المسيح وانا اللي فطره. لو كان جعان بعيد عن الصوم وبعيد عن الروحيات دي انا غصب عني، انجاز التعبير، ومش محتاج يبقى غصب عني لان الانسانية بتقول كده والحب الالهي بيقول كده، فانا ضروري ان انا افطره، ضروري ان انا اكله، ضروري ان انا اسدد احتياجاته. لكن لو صام لروح ضد المسيح، لو لقيته بيموت لانه صام لاجل دور لاجل روح ضد المسيح، انا مش المفروض ان اديله كاس مية ولا اديله لقمة خبز. ليه؟ علشان يفهم ان اللي بيعمله ده غلط، وعشان انا ما اشتركش في اللي بيحصل معاه. احنا بندرس الدراسة اللي احنا بندرسها دي زي ما بقوله بنطبقها على حياتنا اليومية العادية اللي احنا عايشينها، لان لازم نصحى، لان الكنيسة لازم تفهم. قولي بس اخ ناجي انت عارف ليه بيعملوا الحكاية دي؟ علشان يظهروا المحبة لغير المسيحيين، والمحبة لا تسقط أبدا. طبعا احنا عندنا 6 من الآيات كده، 6 دي يعني مجموعة مش 6 يعني بالمصري، مجموعة آيات كده بتنزل أطقم آيات زي ما بنقول احنا حافظينها من غير ما نفهم المعاني بتاعتها أو ما بنرجعهاش للمعاني بتاعتها، وعندنا لكل مناسبة المجموعة بتاعت الآيات بتاعتها. فاحنا لازم المحبة يا أخ ناجي، لازم المحبة يا أخ، لازم إن جاع عدوك فطعمه، أكيد إن جاع عدوي فطعمه، لازم نشوفهم محبة المسيح، لازم أوريهم محبة المسيح. لكن حد فيكم مرة واحدة أرى في الكتاب إن المسيح اتعامل مع الكتبة والفريسيين
كانوا صايمين بأي شكل من الأشكال وأكلهم. وهنا بيظهر التناقض بين نصوص المحبة ونصوص معاملة المسيح للأعداء، واللي اعترف بها هذا القس الحاقد الكاره للإسلام، واللي بيعترض على عمل موائد لإفطار الصائمين في شهر رمضان بدافع نشر محبة المسيح، فبيقول لهم هم بيصوموا الروح ضد المسيح وعلشان كده مش هوافق على إطعامهم. هو طبعا بيقصد روح ضد المسيح، يعني بالبلد كده المسلمين. أما لو كانوا ملحدين بوذيين وثنيين عباد أصنام عادي خالص يوافق على إطعامهم، المهم إنهم ما يكونوش مسلمين. وبعدين يقول إن المسلمين حبايبنا ومش أعدائنا، وفي نفس الوقت بيقول إنهم بيصوموا الروح ضد المسيح. فهل اللي بيصوم الروح ضد المسيح حسب اعتقاده هيبقى من الأحباب؟ طب مصر دي اللي لما الله نفسه حب بالطريقة البشرية إنجاز التعبير إنه ينقذ المسيح بعته لمصر، لأن دي البلد اللي هو ائتمن عليها المسيح يروح وهو طفل. ثانية واحدة كده، أنت بتقول إن الله لما حب ينقذ المسيح بعته لمصر؟ إذن إحنا هنا قدام اتنين، واحد أرسل واحد مرسل، وأعتقد إن كده مخالف لإيمانك بإن المسيح الطفل ده هو إله، وفي نفس الوقت تقولوا احنا موحدين وبنعبد اله واحد. شفت ازاي ان عقيدتكم صعبة الفهم وسهل جدا هدمها في ثواني، وانت بنفسك اللي هدمتها من غير ما تحس. وتعالوا نشوف تناقضه لما بينصح اتباعه يتعاملوا ازاي مع اللي المفروض قال عليهم احبابه. عارف يوحنا لانه بيتكلم بالروح القدس وفاهم اللي بيحصل بالروح القدس، لما اتكلم عن الموضوع ده، لما اتكلم عن الناس اللي بتجيلنا البيوت برسالة غير رسالة المسيح، اللي بتنكر لاهوت المسيح، واللي بتنكر حياة المسيح، واللي بتنكر صلب المسيح، مش قال ما تستضيفوهمش في كنايسكم ولا في بيوتكم، قال ما تسلموش عليهم. وهنا تسقط المحبة وتظهر العداوة الشديدة لكل من يخالف دين القس الإنجيلي ناجي يوسف، وبيستشهد بنص ورد في إنجيل يوحنا واللي بيقول إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. وده باختصار اللي بيحصل جوه كنايسهم وتعليمهم اللي بتختلف تماما عن التعليم اللي بيقوله قدام المسلمين. والغريب والعجيب ان قنوات التنصير بتجيب ناس بيدعوا انهم اتنصروا واعتنقوا النصرانية عن قناعة وإيمان، وتركوا الإسلام دين أبائهم وأجدادهم علشان شافوا في المسيحية دين الحب والتسامح. بعض وعضة من تعاليم المسيح اللي هي بتقول أحبوا أعداءكم، وهذه الآية اللي موجودة في إنجيل متى الإصحاح الخامس آية 44 صراحة لمست قلبي لمسة كبيرة جدا، وابتديت أشوف وأفهم ليش العائلة اللي قابلتها أول مرة تقريبا قبل 12 سنة ليش هم عائلات فيها أخلاقيات وسلوكيات حسنة، لأن المسيح هو كان معلمهم، وفهمت إيش معناه إنك تتبع المسيح. الاختيار حسب الحروف الأبجدية كان إنجيل متى، أخذته ورحت البيت قريت، عجبني كلام المسيح قوي اللي في العظة على الجبل لما قال وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم وطردونكم. حفظت الكلام الجميل وعجبتني شخصية المسيح. وتعالوا نسمع ونشوف مثال عملي لمحبة المسيحية. أنا يشرفني أني أكون كافرة بالإسلام، لأن دين المسيحي بفتخر به، لأن دين المحبة، دين حبوا أعداءكم، دين بيقول إيه، من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، مش قاتلوا الناس جميعا حتى يشهدوا أن لا إله إله إلا الله محمد رسول الله، أو أعدوا ما استطعتم من قوة ترهب عدو الله وعدوكم. أقول لكم فتحوا عقولكم، معلش سامحوني إن أنا بقول كده، بس فتحوا عقولكم وعرفوا إن الإرهاب مش عندنا، ما عندناش إرهاب وإحنا عندنا محبة. وأنا كمان يشرفني إني تركت دينكم اللي كله كذب وخداع وغش وتدليس وقصص خيالية من قصص ألف ليلة وليلة ومعجزات وهمية. أحبوا أعداءكم ده نص موجود بس غير قابل للتطبيق، بدليل تناقضك مع نفسك لما بتقولي ما أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، ففين السلام والمحبة؟ مش المفروض اللي يرزعك ألم على خدك الأيمن تروحي بمحبة المسيح تديله خدك التاني وتقولي له اضرب كمان علشان إحنا دين محبة؟
وفي الاخر تقول احنا ديننا مش دين ارهاب. طيب مش انا اللي هرد عليكي بقى، انا هخلي رشيد حمامي هو اللي يرد عليكي. لا في هوشع 13-16 اهو مستطرين. تجازى السامرة لانها قد تمردت على الهها بالسيف يسقطون، تحطم اطفالهم. انا سمعتها تقرا علي من المهاجمين تحطم، يعني انت تحطم اطفالهم، هي تحطم، تحطم اطفالهم، يعني حد هيحطم اطفالهم. والحوامل تشق. كويس، اهو كتابكم المقدس يقول حطموا الاطفال وشقوا بطون الحوامل. انتوا المسيحيين، اقرا لك من كتابك. بصوا كتابك بيقول ايه. وتحطم اطفالهم امام عيونهم، اهو كتابكم، وتنهب بيوتهم وتفضح نسائهم. تعتقد ده كلام علمي رصين يعتمد على البحث وعلى الفهم، ولا ده كلام ملوش؟ اذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا حتى إلى أساسها. يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جزائك الذي جازيتنا. طوبى، هي الآية محور 9. أيوة. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. تخيل ده كلام ربنا، ربنا يقول طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. تخيل لو أنا أولادي وهناك إله يقول طوبى لمن يمسك أطفالك يا رشيد ويضرب بهم الصخرة، هل سأحب هذا الإله؟ إرميا يقول ملعون من يعمل عمل الرب رخاء، ملعون من يمنع سيفه عن الدم. أهو ربكم يقول إنه ممنوع من يمنع سيفه عن الدم. يا دكتور أشرف أنت تعلم الناس عن المحبة وعن السلام وعن الغفران، وفي كتابك أهو يقول ملعون من يمنع سيفه عن الدم. في حزقيال 9 آيات 5-7 وقال لأولئك في سمعي اعبروا في المدينة وراءه واضربوا. أيوة. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء. كويس. اقتلوا للهلاك. ولا تقربوا من إنسان عليه السماء وابتدئوا من مقدسي. كويس. ربنا يقول لشعبه ما تشفقش أعينكم. واقتلوا الشيخ والشاب وعذراء والطفل والنساء، اقتلوا للهلاك، يعني هلكوا. ده رب، ده إله، ده تخرفوا إيه يعني في قدات. فأرسلت الجماعة إلى هناك 12,000 رجل من بني البأس. وأوصوهم قائلين اذهبوا واضربوا اذهبوا واضربوا سكان يابيش جلعاد بحد السيف مع النساء والأطفال. وهذا ما تعملونه، تحرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اضطجاع ذكر. ده نص صعب، ده نص صعب. يعني كيف أنه جماعة من بني إسرائيل يروحوا يضربوا يابيش جلعاد بالنساء بأطفال بكل شيء؟ تركت العنف، تركت القتال، تركت الجهاد، أجل المسيحية لاقي عنف تاني؟ يعني بعض المرات ده السؤال اللي بيسألوه الكثير من المتنصرين، هل الله يحب العنف والقسوة ويستمتع بمعاقبة الناس في الكتاب المقدس؟ الإسلام ليس دين عنف، بل هو دين السلام والمحبة. يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين حول الكعبة قال لهم ما تظنون إني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا النص بيبين أن الأصل في معاملة الإسلام لسائر الناس من المخالفين للدين يقوم على الرحمة والإحسان والبر والقسط والعفو. وتعالوا نسمع مقطع صوتي قديم لنصراني سابق يعتنق الإسلام يفضح النصارى وأفعالهم في حق المسلمين والإسلام، ويؤكد إرهاب الكنيسة ومدعم بالصور والمستندات، وبيوجه نصيحة للمسلمين.
نفسي ان حد يفهم، ونفسي ان كل المخدوعين يفوقوا، ونفسي كل اللي نايمين يصحوا، لان بسبب النوم ده هو انتوا ما تعرفوش يا جماعه قد ايه الحقد اللي مالي قلوب المسيحيين حاليا في مصر. حقد شديد شديد شديد، وكل ده بسبب ان المسيحيين نايمين وفاهمين غلط، والموضوع صدقوني هيتطور، ان هيتطور كتير. واللي ما تعرفوش كمان ان في كلام مسموع لكن مش متأكدين منه، ما بيقولوش، او يعني ده بيكون فوق على المستوى اللي فوق، اما مستوى الشعب ما عرفوش. العملية ان فيه اسلحة 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 سمعنا عنها، وبتيجي وبتتخزن في اماكن معينة محدش يعرف عنها ولا حتى الشعب. واللي بيثبت صحة كلام الاخ اللي ربنا انعم عليه بالهداية هو تصريح للدكتور ممدوح عنا اللي اعتنق الاسلام وفضح مخططاتهم. انت هاجمت الكنيسة وقلت ان فيها ميليشيات وسلاح جوه وحاجات كده. انه يا استاذ الجليل انه ليس هجوما، انه واقع كنت اعيشه فعلا، واقع كنت اعيشه بالمسمى الكشافة الكنسية والتي اسسها الراحل البابا شنودة، وذلك بحجة حفظ النظام داخل الكنيسة واثناء الاجتماعات. وهذه كشافة كنسية من شباب مفتول العضلات ويتم تدريبهم تدريبات لياقة بدنية عالية. الكلام ده خطير، انها حقيقه. طيب انا معايا، قد تكون الحقيقه خطيره لكنها الحقيقه. الموضوع خطير، وهم بيجهزوا نفسيه النصارى لليوم اللي يكون عددهم فيه عدد النصارى حتى يوصل نص عدد سكان مصر، نص عدد سكان مصر، وبياخدوا دعم كبير، وهيحصل دعم من امريكا، ويوم ما هتجي لهم الفرصه. هو ده اللي انا بحذر منه، لان في شحن 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 في النفوس. وديانتي المسيحية هي الديانة الأصلية لمصر، إذا كنا عبناكم في بيوتنا ورحبنا بيكم فعلى أساس أنتوا قرايبنا، لكن إذا كنتوا هتقلوا أدابكم علينا ارحلوا من هنا. رهيب، شح 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 في نفوس كل الشعب، نفوس الشعب القبطي، يعني شحن شديد، بحيث لو فعلا جات لهم الفرصه صدقوني، لو انتوا فاكرين البوسنه والهرسك هتتحول مصر وهتبقى افظع من البوسنه والهرسك، هتتحول مصر وهتبقى افظع من البوسنه والهرسك. ويا ريت كل المسلمين يفوقوا للموضوع ده. هو خدها قاعده، خدها قاعده، المسيحي طول ما هو اقليه في بلد لازم هتشوف منه احلى لسان واحلى كلام واحلى وش واحلى معاملة، لان هو عارف ومتأكد ان هياخد احلى معاملة باك فروم يو. بس اي مكان اي مكان، وصدقوني وانا عارف انا بتكلم ازاي، اي مكان اول ما توصل تبقى فيه الاغلبية للمسيحي، صدقني لو فيه لو طال يذبحك 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 يا مسلم هيذبحك. انا بحذرك وبنبهك، يوم من الايام لازم تتسلم الاوضاع، لازم وساعتها اللي زي، انا ما بقولش اللي زي حد، انا ماليش دعوه باي حد، بس اللي زي صدقني لن تشفع لك عنده ايه في اي كتاب في الدنيا، تنتقم منك اشر انتقام. صدقني لو انا النهارده وزير داخليه اقسم بالله لن ادع مسلم يعيش في مصر الا واقتله، ولن اقتله فقط ولكن نفس اللي بنسيته، رجل كهف امراه طفل رضيع لن ارحمه، لن ادع مسلم يعيش في مصر الا واقتله، ولن اقتله فقط ولكن تمثل بجثته، رجل كهف امراه طفل رضيع. شويه رعاع لمامه زباله 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 خاصيه الكنائس اقتلوهم واضربوهم، دول زمان ده ستكون البلد لينا وهتتقلب الاوضاع، ولو وقعت في ايد واحد زيي لن ارحمه، لن ارحمه، لا طفل ولا كهف ولا امراه ولا رضيع ولا اي شخص مسلم ممكن اسيبه، لن تشفع له اي ايه لا قران ولا انجيل، همثل بجثته، هنهكمه في الشارع. وده يوم هيجي لازم، انا مش هسيبه، انا معتوم معتوم اساس المحبه ناحيه المسلمين، لن ادع اي شيء مسلم الا وفرمته ورميته للكلاب، لن ادع اي شيء مسلم الا وفرمته ورميته للكلاب. وكان الناس منهم
وكان بيحلفوا بالله يقول لك والله في مسيحيين احسن من المسلمين وبيحلف بالله. وانا كنت اضحك واروح اقول كده للشباب اصحابي وحاجات زي كده اقول لك سيبهم ده كويس ده كويس مش حد يتخدع بالمعامله ديت بس كل معاملته مريحه معاك كل معاملته كويسه عامله كويس لكن ما تنامش ما تنامش ما تنامش عليه لو نمت هتنضرب في ظهرك وانت بقى ايه افهموها براحتكم. وقبل ما امشي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله رسوله. وبضم صوتي لصوت الأخ الفاضل وبقول خلوا بالكم من النصارى اللي عايشين في مصر وتعايشوا معاهم زي ما أمركم ربكم، ولكن كونوا على يقين بأنهم مش هيرضوا عنكم ولا عمرهم هيحبوكم لأن الكره مال قلوبهم من كهنتهم ومن وسائل إعلامهم وخاصة في الفترة الحالية. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.